إلى زميل محمد قريشي المتواجد بملعب جابوما. محمد أهلا بك، وكيف هي الأجواء عندك؟ تحية مجددة لك بدر الدين والعربي، تحية مجددة لمشاهدينا في هذا النقل المباشر دائما كل كبيرة وصغيرة، وما يحدث هنا في ملعب جابوما قبل حوالي ساعة وربع عن الانطلاق الرسمي للمواجهة المنتظرة والمرتقبة والحاسمة بالنسبة للمنتخب الوطني أمام المنتخب الإيفواري برسم الجولة الثالثة من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا. أكيد كما تابعتم مشاهدينا منذ لحظات حطت أو وصلت حافلة المنتخب الوطني إلى ملعب جابوما في الجهة المخصصة للمنتخب الوطني. بعدها بشر عناصر النخبة الوطنية في استكشاف أرضية الميدان التي تبدو كما قلت سابقا لونيا على الأقل أفضل من المباريات السابقة. هي الآن تسقى كما تتابعون مشاهدينا بالمياه حتى ربما نقضي على الجفاف الذي عانى منه لاعبون في المباراتين السابقتين. على كل أجواء كبيرة جدا هنا، حضور جماهيري أفضل كذلك من المباراتين السابقتين، بمعنى هناك طائرة خاصة حطت صباح اليوم بمطار دوالة حاملة عدد لا بأس بمن أسار المنتخب الوطني. لذلك هي الصور، صور ملعب جابوما قبل حوالي ساعة عن انطلاق المباراة بين المنتخب الإيفواري والمنتخب الجزائري. شاهدنا كذلك ثقة كبيرة للاعبي المنتخب الوطني عند دخولهم أرضية الميدان، ابتسامات عريضة من طرف الجميع، كما شاهدنا ربما بالعمري الذي سيكون غائب عن هذه المواجهة والآخر تواجد فوق أرضية الميدان. نتمنى التوفيق أكيد للمنتخب الوطني في هذه المباراة والفوز، وثلاث نقاط مهمة قد تمنحنا تأشيرة العبور إلى الدور القادم. أسألك اليوم ربما عن توقعاتك حول هذه المباراة، هل أنت متفائل بقدرة المنتخب الوطني على تجاوز عقبة كوت ديفوار؟ ثنائية لصفر بالليلي وسلام سليماني بحول الله إن شاء الله، وهو ما نتمناه إن شاء الله. محمد من هنا حسب وحسب الصور يبدو أن أرضية الميدان قد تم صيانتها بشكل جيد حسب الصور. أقول أنت المتواجد من داخل الملعب، كيف تراها عن قرب؟ لا صراحة هي أفضل كما قلت من المباراتين السابقتين، العشب لونه أفضل، ليس هناك فراغات كثيرة في أرضية الميدان، عمال صيانة، ومنذ الانتقادات التي وجهت لهم هنا إدارة ملعب جابوما فعلت كل ما بوسعها، هذا ما نتمناه بالفعل، فعلت كل ما بوسعها حتى تكون المباراة أفضل على الأقل من المباراتين السابقتين. ننتظر، لا يمكن معرفة نوعية حالة العشب إلا بانطلاق المباراة وكيف تسير الكرة. ربما سنقف عند ذلك أثناء عملية تسخين العضلات قبل المواجهة لنشاهد كيف ستسير الكرة فوق هذه الأرضية. محمد، قبل قليل تم الإعلان الرسمي عن التشكيلة الرسمية لمواجهة المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، وهي التي سبق وأن أعلن عنها موفدنا كمال مهوي، وهي رئيس وهب بولحي في الحراسة المرمى، يوسف عطار، رامي بن سبعيني، عيسى مندي وعبد القادر بدران في الدفاع. في خط الوسط يتواجد كل من رامي الزروقي وإسماعيل بن ناصر، وفي خط الوسط الهجومي يتواجد سعيد بن رحمة، بالإضافة إلى كل من يوسف بن ليلي، رياض محرز وبغداد بونجاح كمهاجمين. محمد سؤال أخير حول حول الظروف المناخية، كيف هي الأجواء عندك؟ هل توجد حرارة كبيرة في هذه الأثناء بدولة الكاميرونية، أم أن الجو يساعد المنتخب الوطني في تطبيق كرته المعتادة؟ بالفعل بدر الدين، تلك هي تشكيلة المنتخب الوطني التي سبق وأعلن عنها حوالي ساعتين قبل المواجهة حصريا على قناة نهار. الأحوال وحالة المناخ والطقس اليوم هي أفضل بكثير كذلك من مواجهة الأولى خاصة أمام. شكرا لك محمد، كنت معنا مباشرة من ملعب جابوما بدولة الكاميرونية.